أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ صالح: والدي يحصل على المال من طريق حرام ويصرف على أولادي من هذا المال الحرام، ويحصل على طعامه من السرقة، ويطعم أهل البيت، وهو مقتنع بنفسه ولا يقبل النصيحة من أحد أبدا لأنه عصبي جدا. والسؤال يبقى: هل على أولادي إذا أكلوا من الطعام الذي يأتي به هذا الوالد من المال الحرام هل يكونون آثمين، علما بأنهم ليس لهم ممن يعيلهم غير هذا الرجل؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. إذا كانوا متيقنين أن هذا المال حرام 100% ويقدرون على أن يأكلوا من الحلال، عندهم قدرة على الاستغناء بالحلال، فلا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الطعام لأنه حرام. أما إذا كان هذا الرجل عنده مال الحلال وعنده مال الحرام، وهذا الطعام لا يدرى من أي النوعين، فلا بأس أن يوكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لكن عندهم مال حلال. وأما إذا كان هؤلاء الأولاد لا يقدرون على الاستقلال وليس لهم مأكل من غير ما يقدمه لهم والدهم، فإنهم يأكلون بقدر الضرورة، ويكون الإثم عليه هو على هذا المكتسب، ريثما أنهم يستطيعون التخلص والبعد عن الحرام. نعم.